الرابعة عصرا خدمة إخبارية جديدة من دريم، أهلا بكم. يعقد بعد قليل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، هذا بجانب الأمور الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. قرر نائب العام المصري المستشار نبيل صادق حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وكانت قوات الأمن قد ضبطت المتهمين باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات مساء أمس السبت بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية. جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات استشهد نهاية يونيو الماضي في حادث إرهابي استهدف موكبه بسيارة مفخخة. قتل 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الجيش الثاني الميداني بالشيخ زويد، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه تم ضبط عدد من البنادق الآلية والطلقات وجهاز لاسلكي مع الإرهابيين، هذا وقد تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بدأت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك رمسيس 2016 والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوي المصري، وذلك في إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة من البحرية والفرنسية وتشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طراز الرافل المصرية والفرنسية وطائرات F-16 وطائرات الإنذار المبكر. بدأت اليوم فعاليات ورش العمل التي ينظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بعنوان تطوير الأداء الأمني، وتهدف ورش العمل إلى تحديد الأسس العلمية للارتقاء بأداء الأمني وإعداد الخطط الزمنية اللازمة للتطوير وفق المراحل والأولويات. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم بمدينة الحلة جنوبي بغداد. كانت الشرطة العراقية قد أعلنت عن مقتل وإصابة عشرات في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفا نقطة تفتيش مشتركة للقوات العراقية عند مدخل مدينة الحلة، وقالت مصادر شرطية إن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لشدة الإصابات بين عدد من المصابين. أكد مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن قوات الجيش استطاعت بعد معارك عنيفة السيطرة على مصانع الأسمنت بالكامل، والذي يعد آخر معاقل من أسمتهم بالجماعات الإرهابية في منطقة الهواري جنوب بني غازي. وعلى صعيد موازي لقى عنصران من تنظيم داعش في ليبيا مصرعهما لدى محاولة دخول مجموعة تابعة لتنظيم جنوبي مدينة أجدبيا. تبدأ اليوم في العاصمة الأندونيسية جاكرتا أعمال القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر المشارك في القمة التي ستتناول تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تهويد القدس، حيث من المنتظر أن تدعو المنظمة الدول الأعضاء لتقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني. بدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اليمن جولة جديدة في المنطقة للاجتماع مع الأطراف اليمنية في محاولة لبدء جولة ثالثة من محادثات السلام اليمنية، حيث اجتمع ولد الشيخ مع الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، أعقبه اجتماعان مع عبد الملك المخلافي نائبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية والفريق علي محسن الأحمر نائبي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية. أسفرت الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي عن تعزيز موقف كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وذلك على الرغم من اقتناص كل من الجمهوري تيد كروز والديمقراطي بيرني ساندرز أصوات ولايتين من 4 تم التصويت عليهم، وبذلك يكون ترامب قد فاز في 12 ولاية مقابل 6 ولايات لكروز، بينما أحرزت كلينتون ولاية لوزيانا المهمة نسبياً. توعد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بشن هجوم إلكتروني على تنظيم داعش، وأوضح كارتر أن الفرق الإلكترونية بالحرس الوطني الأمريكي قد يطلب منها مستقبلاً الانضمام إلى الحزب إلى الحرب ضد داعش، وذلك في محاولة للتعجيل بحزم الخرب على التنظيم المتطرف. يذكر أن الحرس الوطني هو قوة عسكرية أمريكية احتياطية، لكن يمكن تعبئتها للاحتياجات الوطنية وتمثل جزءاً أساسياً من جهود الجيش الأمريكي لإنشاء أكثر من 120 فرقة إلكترونية
للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها. رياضيا، وفي منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز يدخل فريق الزمالك اختبارا جديدا في 7 مساء اليوم عندما يستضيف نظيره المقاولون العرب بملعب بترو سبورت. يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بالترتيب العام للدوري برصيد 38 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز 15 برصيد 19 نقطة. ويحاول أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك تحسين الأوضاع داخل البيت الأبيض بعد السقوط المفاجئ في الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 3 أهداف مقابل 1. وإلى الدوري الإسباني، حيث يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على إيبار ضمن مباريات الجولة 28 من الليغا. يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز صدارته لجدول الترتيب ومواصلة انتصاراته للمباراة 36 على التوالي. يعتلي البرسا قمة الترتيب ب 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما يحتل إيبار المركز الثامن برصيد 36 نقطة. وفي الجولة ذاتها يدخل أتلتيكو مدريد في اختبار صعب عندما يخرج لمواجهة نظيره فالنسيا، ويسعى الأتليتي لانتزاع النقاط 3 ومحاولة اللحاق ببرشلونة في الصدارة حيث يحتل المركز الثاني ب 61 نقطة. في المقابل يسعى فالنسيا لتحسين موقعه في الجدول حيث يحتل المركز التاسع ب 34 نقطة. وفي الدوري الإيطالي يحل اليوم يوفنتوس ضيفا على فريق أتلانتا في الجولة 28 للكالتشيو. يسعى أبناء السيدة العجوز لاستعادة الصدارة التي فقدها الفريق مؤقتا بعد أن اعتلاها نابولي بفوزه أمس على كيفو فيرونا ب3 أهداف مقابل هدف، حيث حل اليوفي ثانيا بفارق الأهداف فقط عن نابولي برصيد 61 نقطة. أما فريق أتلانتا فيحاول الابتعاد أكثر عن منطقة الخطر حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة. نهاية الخدمة، في أمان الله.